Good morning, I'm teacher Saida Mahmoud for Genius Online School. Today, inshallah, we have revision on Unit 3, Prep 2. Unit 3 يا جماعة أخدنا ال past simple tense. مين تفكرني ال past simple بيتكون من ايه؟ من السبجكت والتصريف التاني للفعل. Yes, excellent. يبقى ال past simple عندي بيتكون من ال subject اللي هو الفاعل والتصريف التاني للفعل. طيب التصريف التاني للفعل عندنا في الإنجليش بينقسم لحاجتين، عندنا أفعال منتظمة regular verbs و irregular verbs أفعال غير منتظمة. قال لي الأفعال المنتظمة دي بجيب منها التصريف التاني بإضافة دي أو إي دي أو أي إي دي للverb. طب الأفعال غير المنتظمة قال لي المفروض أكون حافظاها، بحافظ إيه الأفعال الغير منتظمة وعارفة إيه السكند فورم منها. تمام، طيب اديني بس example على جملة في ال past simple. مثلا he watched TV yesterday. شايفين اهو فاعل وتصريف تاني للفعل، عندنا ايه وقت محدد في الماضي. يبقى الباست سيمبل ده بيتكلم عن حاجة حصلت في وقت محدد في الماضي، ماشي؟ يعني في الأغلب بيبقى عندي ايه الوقت موجود عندي في الجملة، كون من فاعل وتصريف تاني للفعل. مثلا أقول she cooked the dinner last night. هي ايه اللي عملت العشاء امبارح الليلة الماضية. تمام، ده بالنسبة للتكوين، بتكون من فاعل وتصريف تاني للفعل. طيب لو عايزة انفي الجملة بتاعتي في الباست سيمبل انفيها ازاي؟ بدأت didn't. well done. طب وشكل الفيرب بعد didn't بيبقى عامل ازاي؟ مضاف له اس انفينيتيف بالمصدر انفينيتيف The infinitive, yes. ارفعوا ايديكم كلكم. يبقى ال verb عندي في ال في ال past simple ب didn't و بيجي بعد ال verb in infinitive. طيب أول جملة كاتبينها إن فيها يا شوشو he watched TV yesterday. He didn't watch TV yesterday. Yes, excellent. يبقى ايه didn't watch. عملت ايه يا شوشو؟ حطيت didn't بعد الفاعل بعد الverb وشلت الاي دي والاي دي من الواتش yes excellent. عشان يبقى حطينا الفاعل. didn't بعد الفاعل ورجعنا الفعل للمصدر بتاعه. اوكي طيب عبد الرحمن، في الجملة التانية she cooked the dinner. She didn't cook the dinner She last didn't night. cook. Yes, excellent. يبقى she didn't. She didn't cook. برافو عليك. She didn't cook. تمام. طيب لو عايزة أعمل yes or no question هعمله ازاي؟ ديت لو بيس ونو هيبقى yes ديت. برافو عليك. يبقى نبدأ ال yes or no question ب did. ليه بدأنا ب did؟ عشان احنا اتفقنا ان ال yes or no question لازم يبدأ بفعل مساعد، واحنا هنا جبنا في ال past simple
جبنا ده فعل مساعد عشان ايه نستخدمه في الباست سيمبل. تمام. مازن اعمل لنا يلا yes or no question على اول جملة بتاعت he watched TV yesterday. times did he watch TV yesterday? Yes, excellent. قولينا يا مازن عملت ايه؟ انت مس اكزولي بريد من بره عشان احنا مستعمل يعمل الباست سيمبل، فجبت ديد يا مس وبعديها خليت واتش في المصدر ونزلت الجملة زي ما هي. Yes, excellent يا مازن الله يبارك. يبقى مازن بدأ ال yes or no question ب did وجاب بعديها الفاعل، بعدين الفاعل رجع له المصدر ونزل بيكو. Excellent يا مازن. طيب الجملة التانية يا بطوطة اعملها لنا yes or no question. ايه تمام، هتبقى did she cook the dinner last night؟ Yes, excellent. Did she cook the dinner last night؟ يبقى هي شو عملت في ايه؟ بدأت السؤال ب did، بعدين جابت الفاعل she، بعدين الفعل في المصدر cook، وبعدين نزلت باقي go. في حد مش فاهم ازاي عملنا ال yes or no question؟ أمس نعم يا مس، في حد بيسأل ولا ايه؟ لا أمس اوكي كلنا فاهمين. تمام. اوكي طب لو عايزة اعمل WH question، لو عايزين نعمل WH question نعمل ايه؟ بنبدأ بأداة استفهام اللي هي WH استفهام لأداة والسبجكت الإنفينيتيف. Yes, excellent. لما نيجي نعمل WH question بنبدأ بأداة استفهام question mark، وبعدين عندي بيبقى الفعل المساعد اللي هو في past simple هنا هيبقى did، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل in infinitive. يبقى ناخد بالنا من حاجة، إن في ال past simple الفعل بيبقى في التصريف التاني في الحالة المثبتة فقط. طب في النفي أو الاستفهام خلاص بستخدم did أو didn't، لازم يجي بعديها إيه؟ الفعل في المصدر. أوكي اتفضلي يا دودو اعملي لنا WH question على أول جملة بتاعت watch TV yesterday. تمام، هتبقى what did he watch yesterday؟ What did he watch yesterday؟ قولي لنا عملت ايه يا دودو. حطينا الجملة الأول هي أداة الاستفهام، بعد كده حطينا ديت والفعل في المصدر. Yes, excellent. يبقى بدأنا بأداة استفهام، بعدين فعل مساعد، بعدين فاعل، بعدين الفعل in infinitive، بعدين نزلنا باقي الجملة. اوكي طيب تقى اعملي لنا WH question على الجملة التانية يا تقى. اللي هي he cooked the dinner. Yes. What she cooked yesterday, last night. قولي تاني كده. What did she cook last night؟ Excellent. يبقى انت هيك نفسك كده. What did she cook last night? Excellent يا تو. ايوه هنا تو عملت ايه؟ جابت فعل مساعد، جابت اول كلمة استفهام، بعدين فعل مساعد، بعدين فاعل، بعدين الفاعل في المصدر، وبعدين باقي الجملة. في حد مش فاهم لغاية دلوقتي أي حاجة في الباست سيمبل؟
anything unclear يا جماعة؟ No. خلينا ال past simple بستخدمه لما أجي أعبر عن حاجة حصلت وخلصت في وقت محدد، ايه في الماضي. الكلمات الدالة عليه مثلا yesterday، كلمة last بقى last night، last year، last week، last month، أو أي فترة زمنية بعديها ago، مثلا 3 days ago يعني منذ 3 أيام، أو سنة في الماضي مثلا in 2020. دي كلها حاجات بعرف منها إن أنا في زمن ايه ال past simple. اوكي، ده بالنسبة لأول جرامر عندنا في unit 3. تاني حاجة أخدناها في unit 3 كانت used to. مين يفكرني ب used to؟ بيجي وراها الانفينيتيف، بيجي بالظبط قبلها كده، الفاعل زائد زائد اللي بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف. يس اكسلنت. يبقى قبلها سبجكت وبعدها الانفينيتيف. اوكي طيب، معناها ايه يوزد تو؟ ما ان تاد كان على فاضي ودلوقتي مش بيعمل. يس، يعني معتاد على فعل شيء في الماضي اما دلوقتي خلاص بطل يعمل. جملة used to دي في زمن ايه؟ الماضي الماضي yes the past simple، الماضي مس ثلاث ياو ياو خلوا فاطمة تقفل لي الريكورد.